الإمارات العربية المتحدة، البلد الذي نراه اليوم بالكاد يبلغ عمره 50 عاماً، ومع ذلك حقق نمواً يعد مذهلاً بالنسبة إلى بلد فتي. أساساً لم تبنى دولة الإمارات فقط على احتياطاتها من النفط والغاز، بل أيضاً على التجارة والانفتاح على الأعمال والسياحة والتصنيع، الأمر الذي قاد إلى الازدهار. الإمارات العربية المتحدة دولة عربية اتحادية تتألف من 7 إمارات تقع شرق شبه الجزيرة العربية: أبوظبي، دبي، الشارقة، الفجيرة، رأس الخيمة، أم القوين، وعجمان. تتمتع البلاد بتضاريس طبيعية متنوعة من الكثبان الرملية الصحراوية وناطحات السحاب الشاهقة والجزر الغنية بالشعاب المرجانية، وصولاً إلى البحيرات وسلاسل الجبال الصخرية المدهشة. تتميز الإمارات بأنها مركز يقع على مفترق طرق بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، وبهذا وطدت علاقات دولية قوية نتج عنها زيادة عدد سكان الدولة إلى ما يقارب 10 ملايين شخص من أكثر من 200 جنسية. تبدأ رحلتنا الجوية في أبوظبي، حيث ننتقل إلى المدينة الثانية في الإمارة وهي العين، ونزولاً إلى واحة ليوا على حافة الصحراء المعروفة باسم الربع الخالي. ثم سنستكشف مدينة دبي ومنطقة حتى التابعة لها على حدود عمان، وإمارة الشارقة بمواقعها الداخلية والساحل الشرقي. الفجيرة الإمارة الوحيدة التي تقع بالكامل على خليج عمان. رأس الخيمة تحدها سلسلة جبال الحجر والتي تعد أعلى نقطة في الدولة. إمارة أم القيوين الساحلية. وأخيراً جارتها الجنوبية عجمان. إمارة أبوظبي هي الأكبر في الدولة وتمثل أكثر من 85% من إجمالي مساحة دولة الإمارات. مدينة أبوظبي التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 1,400,000 نسمة هي عاصمة دولة الإمارات. بنيت هذه المدينة الحديثة والديناميكية بشكل أساسي على جزيرة واحدة طولها 14 كيلومتراً متصلة بالبر الرئيسي بواسطة مجموعتين من الجسور. إن الأبراج الشاهقة والتصاميم المعمارية المستقبلية هي نتاج عقود عديدة من الاستثمار الذي بدأ في العام 1966 عندما تولى الحاكم آنذاك صاحب سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان السلطة، وتمكن من الاستفادة من عائدات ناتجة عن تطوير احتياطات نفطية جديدة تم اكتشافها. اسم المدينة أبوظبي يعني أرض الغزال باللغة العربية، والقصة المروية هي أن الاسم قد جاء عندما قاد ظبي صغير قبيلة جوالة إلى المياه العذبة. في العام 1761 انتقل رجال قبائل آل بوفلاح من بني ياس من واحة ليوا الداخلية، وفي حلول العام 1795 جعلوا الجزيرة مقر إقامتهم. في البداية كانت المستوطنة الوحيدة في الجزيرة تتألف مما لا يزيد عن 300 كوخ من أوراق النخيل أو براستي، وبضعة مبان من المرجان المكسور وحصن الحاكم، حصن لا يزال من الممكن رؤيته اليوم. يعود تاريخه إلى 90ات القرن 18. كان قصر الحصن أو القلعة البيضاء أول مبنى دائم في أبوظبي. لقد كان مجرد برج مراقبة، إذ كبر الحصن مع تنامي الحاجة إلى الإشراف على طرق التجارة الساحلية وحماية المستوطنة المتوسعة التي أقيمت على الجزيرة. يتألف قصر الحصن من مبنيين: الحصن الداخلي يعود تاريخه إلى أواخر القرن 18، والقصر الخارجي الذي شيد بين العامين 1939 و1945. على مر القرون كان الحصن موطنا للأسرة الحاكمة ومقرا للحكومة وقاعدة لمجلس الشورى، كما كان مقرا للأرشيف الوطني. في العام 2018 تم تحويله إلى متحف بعد 11 عاما من أعمال الحفظ والترميم المكثفة. العديد من المباني في أبوظبي تقع على طول كورنيشها البالغ طوله 8 كيلومترات، ويصعب تصديق أنه قبل 70 عاماً كان هذا هو المكان الذي كانت ترسو به السفن لتفريغ البضائع للمدينة النامية. يتكون الكورنيش الآن من حدائق غناء ومناطق لعب للأطفال متنوعة ومسارات للمشاة والدراجات ومقاه ومطاعم ومنطقة شاطئية منحت مرتبة العلم الأزرق الشاطئي.
في أحد طرفي الكورنيش ضمن شاطئ خاص يقع فندق قصر الإمارات، والذي يمتد على مسافة 1300 متر، يتربع بين حدائق تنبسط على مساحة كيلومتر مربع، وقد بدأ بناؤه في العام 2001، وافتتح الفندق في العام 2005 بتكلفة بناء تبلغ 3 مليارات دولار. تطل حمامات السباحة والمرسى الخاص على خليج طبيعي. تعكس ألوان فندق قصر الإمارات اللون الخمري والبرتقالي والأصفر للصحراء، حيث يمتد المبنى الرئيسي على مسافة كيلومتر واحد من الجناح إلى الآخر، ويتألف من 114 قبة، مع ارتفاع القبة المركزية إلى 72 مترا ونصف المتر فوق مستوى سطح الأرض. وننتقل إلى تحفة معمارية مذهلة أخرى في المدينة، وهي أبراج الاتحاد. تتكون من 5 مبان بدأ البناء فيها في العام 2006 مع افتتاح أول برج بعد 5 سنوات. يضم المجمع أبراجاً سكنية وفندق جميرة وأبراج الاتحاد المصنفة من فئة 5 نجوم. في العام 2015 كانت الأبراج موقعاً لتصوير الجزء 7 من سلسلة أفلام فاست أند فيوريوس. وفي شمال أبوظبي تقع جزيرة السعديات، والتي تفتخر في نهايتها الجنوبية بوجود متحف اللوفر أبوظبي، أول متحف عالمي في العالم العربي. استوحي الإلهام لتصميم القبة ذات الطبقات المترابطة من سعف النخيل المتشابك الذي كان يستخدم كمواد لصناعة الأسقف في المنطقة. في المنطقة الداخلية من أبوظبي توجد مدينة مصدر. مصدر التي أنشئت في العام 2008 هي رؤية أبوظبي الرائدة لمدينة المستقبل بتحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح المدينة البيئية الأكثر استدامة في العالم، وتطوير بصمة خضراء لكيفية استيعاب المدن للتوسع الحضري، والحد بشكل كبير من استخدام الطاقة والمياه والصرف الصحي وإنتاج النفايات. يضم التصميم تقنيات معمارية عربية قديمة إلى جانب التقنية الحديثة. المنطقة المركزية بنيت حول نفق هوائي عربي ضخم يوجه نسيماً بارداً عبر الشوارع والأزقة، ما يجعل التجوال في أرجاء المكان مريحاً حتى أثناء درجات الحرارة المرتفعة في الصيف. لا يمكن للزوار الواصلين إلى أبوظبي أن يغفلوا أول مبنى دائري في شبه الجزيرة العربية. تم الانتهاء من مبنى مقر الدار المكون من 23 طابقاً، والذي صممه مروان صغيب في العام 2010. على ارتفاع 110 أمتار أشيد بالمبنى باعتباره أحد أكثر مكاتب الشركات إبهاراً في العالم بسبب تصميمه المبتكر وتأثيره البصري ووظيفته. يتحقق الشكل اللافت لهذا المبنى بفضل استخدام شبكة خارجية قطرية من الفولاذ، وهي الأولى من نوعها في دولة الإمارات. سمح التصميم بإنشاء كفاءة هيكلية وثبات، مع غلاف زجاجي منحن يتكون من قطع مثلثة من الزجاج المسطح مجتمعة معا بأشكال تشبه الماس. يعد الإسلام الدين الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويمثل بمعلم بارز في أبوظبي. سمي على اسم الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد. جامع الشيخ زايد الكبير هو أعجوبة معمارية وواحد من أكبر المساجد في العالم بسعة 40,000 مصل. يضم الجامع 80 قبة وأكثر من 1,000 عمود وثريات معلقة مطلية بالذهب، ويمكن للزوار أيضاً مشاهدة أكبر سجادة في العالم منسوجة يدوياً. مهندسو الجامع من المملكة المتحدة وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة استوحوا الإلهام من دول إسلامية أخرى كالمغرب وباكستان وتركيا ومصر في إنشاء مكان العبادة التاريخي هذا. إن جزيرة ياس هي المركز الترفيهي الرئيسي في أبوظبي. الجزيرة هي موقع حلبة مرسى ياس. منذ العام 2009 أصبحت موطناً لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورميولا 1 في أبوظبي. تضم الحلبة 5 مدرجات رئيسية للمشاهدين بالإضافة إلى تل أبوظبي، حيث يمكن للجماهير مشاهدة السباق جالسين على المقاعد العشبية للحلبة. تصل سرعات سيارات الفورميولا 1 إلى أكثر من 330 كيلومتراً في الساعة في مسارات الحلبة التي يبلغ طولها 5.5 كيلومتر، وتنحني ب21 منعطفاً. بين المنعطفين 18 و19 يوجد فندق دبليو أبوظبي في جزيرة ياس،
والذي يمتد بشكل فريد حول مسار الحلبة ويسمح للضيوف بمشاهدة السباق من غرفهم. يمكن للمشاهدين أيضاً الوصول إليها من طريق البحر لامتلاك الحلبة المرسى الخاص بها، والذي يمكن أن يستوعب أكثر من 140 يختاً تتراوح أطوالها من 10 أمتار إلى اليخوت التي يصل طولها إلى 150 متراً. في الجوار المنحنيات الحمراء الأنيقة لمعلم عالم فيراري أبوظبي الذي صممته شركة بينوي للهندسة المعمارية. افتتح المتنزه البالغة مساحته 176 ألف متر مربع في العام 2010. التصميم الخارجي مستوحى من هيكل فيراري جي تي مع اللون المميز للعلامة التجارية فيراري والمنحنيات المزدوجة. يحتوي عالم فيراري أبوظبي على أسرع لعبة قطار موت في العالم وأعلى حلقة أفعوانية. تتسارع فورميولا روسا التي يبلغ ارتفاعها 52 متراً من 0 إلى 240 كيلومتراً في الساعة خلال 4 ثوان وتسعة أجزاء من الثانية. على بعد 170 كيلومتراً شرق أبوظبي تقع ثاني أكبر مدينة في الإمارة العين. تسترخي وسط المدينة واحة تبلغ مساحتها 120 كيلومتراً مربعاً. يعود تاريخها إلى 4000 سنة وتعد واحدة من أقدم المستوطنات المأهولة بالسكان بشكل دائم في العالم، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ العام 2011. هناك ما يقرب من 147 ألف نخلة داخل الواحة التي لا يزال معظمها يتكون من مزارع عاملة. يتم توفير المياه عبر نظام الري بالأفلاج الذي يستخدم القنوات الجوفية لجلب المياه من الجبال القريبة إلى مزارع النخيل والحقول والحدائق الموجودة في الواحة. على حافة الواحة يوجد قصر العين، شيد كأحد أقدم المباني على الطراز البدوي في العام 1937، وكان منزل الراحل الشيخ زايد حتى أصبح حاكماً لأبوظبي في العام 1966. بدأ العمل في تحويل القصر السابق إلى متحف في العام 1998، وافتتحت أبوابه في العام 2001 مع إعادة أجزاء كثيرة منه للشكل الذي كان يبدو عليه عندما كان مقراً ملكياً. كان قصر المويجعي منزلاً لأجيال من عائلة آل نهيان. في العام 1948 كان مسقط رأس الشيخ خليفة الذي أصبح رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2004. القصر الذي رمم مؤخراً والذي لم يكن موظفاً كمنزل فحسب، بل أيضاً كمكان للحكم ومبنىً هاماً للمجتمع، أصبح الآن أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. تشمل المعروضات في المتحف داخل قصر المويجعي التسلسل الزمني لأفراد الأسرة الحاكمة في أبوظبي. الجاهلي، إحدى أكبر القلاع في الإمارات العربية المتحدة، بنيت في تسعينيات القرن التاسع عشر بناءً على رغبة الشيخ زايد الأول كحصن لأفراد عائلة آل نهيان الحاكمة. قبل الاتحاد كان يمثل المقر الإقليمي لكشافة ساحل عمان الذين يقومون بدوريات على ظهور الجمال انطلاقاً من القلعة. رممت القلعة بين العامين 2007 و2008 وتحولت إلى مركز ثقافي، لكنها تضم الآن معرضاً دائماً مخصصاً للمستكشف الإنجليزي ويلفريد ثيسجر. جنوب العين يقع جبل حفيد ويصل ارتفاعه إلى 1240 متراً وهو أعلى قمة في إمارة أبوظبي. تتكون هذه المنطقة في جبال الحجر من صخور رسوبية وتحتوي على أحافير يعود تاريخها إلى ملايين السنين. يبلغ طول الجبل 17 كيلومتراً وعرضه 4 كيلومترات وتقسمه الحدود مع عمان المجاورة. وباكتشاف بالغ الأهمية وجد العلماء أكثر من 300 مقبرة قديمة يعود تاريخها إلى 5000 عام حول سفوح جبل حفيد. تمثل هذه المقابر ذات الغرفة الواحدة والمصنوعة من الحجر المحلي غير المشغول بداية العصر البرونزي في المنطقة، ونقب عنها للمرة الأولى في العام 1959. القطع الأثرية الموجودة في المقابر تشير إلى روابط بحرية قوية مع حضارات بعيدة مثل الهند وبلاد ما بين النهرين. في العام 2011 اعترفت اليونسكو بمنطقة متنزه جبل حفيد الصحراوي كوجهة حيوية من مواقع التراث العالمي في العين، وكان أول إدراج لدولة الإمارات في قائمة التراث العالمي.
عند أحد أطراف الجبل يمتد طريق جبل حفيت الذي شيد في العام 1980 ابتداءً من الوادي أدنى الجبل وحتى الأعلى، يبلغ طوله 11 كيلومتراً و700 متر، ويعتبر بسبب منحنياته 60 من أعظم الطرق الجبلية في العالم، وهو يشكل أيضاً جزءاً مرهقاً من مسار سباق الإمارات للدراجات الهوائية. يقع وادي أدفنتشر على أحد أطراف جبل حفيت، وهو أول متنزه مغامرات من صنع الإنسان في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ركوب الطوف والتجديف بقوارب الكاياك، يمكن للزوار الاستمتاع بدورة مغامرات جوية وحبل الانزلاق وركوب الأمواج في حوض الأمواج العملاق. على حدود الإمارات العربية المتحدة مع المملكة العربية السعودية تقع بداية صحراء الربع الخالي الرائعة. إنها جزء من أكبر كتلة رملية متواصلة في العالم. مساحة الصحراء الحمراء ذات الوديان قليلة الخضرة تعلوها كثبان رملية هائلة نحتتها الرياح. بدأت الكثبان الرملية ذات الأشكال الخطية والهلالية والنجمية التي نراها اليوم تتشكل منذ نحو 24 ألف عام وتصل إلى ارتفاعات 300 متر، جعلت المناظر الطبيعية المتغيرة الصحراء مشهورة بوساطة المستكشف البريطاني ويلفريد ثيسجر أثناء عبوره الامتداد الصحراوي في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي. غالباً ما تكون الجمال في المنطقة أغمق لوناً بكثير من الموجودة ببقية البلاد. في العام 2014 استخدمت الصحراء كخلفية درامية للمشاهد الافتتاحية لفيلم حرب النجوم الجزء السابع. تقع واحة ليوا على الحافة الشمالية من الربع الخالي، وتتكون من مجموعات من أشجار النخيل الخضراء تحدها كثبان رملية حمراء، وتتكون من عدد من القرى على قوس شرقي غربي يمتد إلى مسافة 100 كيلومتر. إنها موطن أسلاف قبيلة بني ياس، وقد بنيت المجتمعات على امتداد حوض جوفي قريب من سطح الأرض دعم الزراعة في المنطقة إلى أجيال عدة. على الطرف الشرقي لواحة ليوا على حافة الربع الخالي يقع قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا. يتيح موقعه المذهل للضيوف البقاء على حافة الكثبان الرملية الشاهقة واستكشاف الصحراء على ظهر الجمال أو الدراجة. على بعد 170 كيلومترا غرب أبو ظبي تقع جزيرة سير بني ياس. أما الحياة البحرية الغنية التي تحيط بالجزيرة فقد كانت قاعدة لأساطيل صيد اللؤلؤ العاملة في المنطقة قبل العام 1930. تمتد جزيرة صير على مسافة 17 كيلومتراً من الشمال إلى الجنوب، وهي أكبر جزيرة طبيعية في الإمارات. وما الارتفاع الصغير بوسط الجزيرة والبالغ 148 متراً إلا قبة ملحية تمثل الجزء البارز من طبقة الملح التي تبدأ على عمق 6000 متر تحت مستوى سطح البحر. جزيرة سير بني ياس أصبحت الآن محمية للحياة البرية، تضم أكثر من 10,000 من الحيوانات والطيور المحلية والغريبة، كما أنها موطن لبرنامج تربية الحيوانات وإعادة توطينها. أكبر مدينة في الإمارات العربية هي دبي. تقع في الإمارة التي تحمل الاسم نفسه، وقد نمت المدينة من مركز صغير للتجارة وصيد الأسماك واللؤلؤ إلى مدينة عالمية في مركز الطيران الدولي. بدأت قصة دبي مع خور دبي، وهو في الواقع لسان بحري طبيعي، وكان الخور قاعدة لصيد الأسماك واللؤلؤ وتجارة المراكب الشراعية. أدت القيود المفروضة على حجم السفن وكذلك الاعتماد على المد والجزر للدخول والخروج من الخور إلى تجريفه للمرة الأولى في الستينيات بناء على تعليمات حاكم دبي أنذاك الشيخ راشد بن سعيد المكتوم. سمحت قدرة الخور على تلبية احتياجات السفن التجارية الكبرى للمدينة بالنمو والتغلب على المنافسين. يقسم الخور دبي القديمة إلى قسمين. على الجانب الجنوبي يوجد بر دبي، وعلى الجانب الشمالي تقع ديرة. العبارات التي سميت وفقاً للكلمة العربية عبور كانت عبارة عن قوارب مجذاف خشبية تنقل الركاب بين بر دبي وديرة.
ورغم امتلاكها محركات، لكنها لا تزال تحتفظ بهياكلها الخشبية وتبقى وسيلة نقل أساسية للعمال والزوار عبر الممر المائي. شيد جسر آل مكتوم في العام 1963، وكان أول رابط دائم بين الضفتين. الآن وبعدما وسع انضمت إليه نقاط عبور أخرى لربط جانبي المدينة. بر دبي هو موقع حي الفهيد التاريخي. إلى سنوات عديدة لعبت هذه المنطقة نظراً إلى موقعها الاستراتيجي في خور دبي دوراً هاماً في إدارة دبي وتنظيم التجارة. رمم الآن جزء كبير من المنطقة ويضم متاحف ومراكز ثقافية على طول شواطئ الخور. لا تزال ديرة مركزاً تجارياً، ولا يزال من الممكن العثور على المراكب الشراعية الكبيرة من دول الخليج الأخرى بميناء خور دبي، وهي تقوم بتحميل وتفريغ كل شيء من السيارات إلى الفاكهة. سنوياً يستخدم أكثر من 15,000 مركب شراعي مرافق الميناء على الخور، مع أكبر السفن التي يصل وزنها إلى 3,000 طن. تقع دار الاتحاد في ضاحية جميرة، وهو المكان الذي شهد في 2 ديسمبر عام 1971 توقيع الدستور التاريخي الذي أقر تشكيل دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي شكل أول اتحاد في العالم العربي. يقع في الموقع نفسه متحف الاتحاد الذي صممه المعماريان الكنديان مورياما واتشيما. السقف الأبيض المنحني الفريد للمتحف الذي يضم مساحة 25,000 متر مربع، مستوحى من شكل المخطوطة التي وقعت من قبل قادة كل إمارة من الإمارات. يشتمل المبنى على 7 صفوف من الأعمدة البرونزية المائلة التي ترمز للأقلام المستخدمة بتوقيع الاتفاقية. تقع محمية رأس الخور للحياة البرية في أبعد نقطة داخلية في خور دبي، تغطي مساحة 6 كيلومترات و200 متر مربع، وتتكون من مسطحات ملحية ومسطحات طينية مادية وأشجار القرم الساحلية والبحيرات الشاطئية. إنها موطن معترف به دولياً لمجموعة متنوعة من الحيوانات البحرية والطيور، بما في ذلك طيور الفلامينغو الوردي. في العام 2013 بدأ العمل في تمديد الخور لتشكيل حلقة عائدة إلى البحر. تضمن العمل بناء أحد أكبر الجسور في دولة الإمارات، ما سمح للخور بالمرور تحت شارع الشيخ زايد. افتتحت القناة في العام 2016، ويصل عرضها إلى 120 متراً وعمقها إلى 6 أمتار، ما يسمح لليخوت الكبيرة بالمرور بحرية إلى ضاحية الخليج التجاري. يمتد مسار ركوب الدراجات بطول 12 كيلومتراً على طول القناة، والذي يشمل 5 ممرات مشاة، بما في ذلك جسر التسامح والذي يبلغ طوله أكثر من 200 متر. جزء كبير من نجاح دبي تحقق من خلال تطورها كمركز للطيران. بدأ العمل في مطار دبي في العام 1959 بمهبط طائرات ترابي بني على أرض قاحلة على بعد 4 كيلومترات، مما كان آنذاك حافة المدينة. لم ينشأ مدرج أسفلتي حتى العام 1963، وانضم إليه مدرج ثان في العام 84. منذ ذلك الحين أضاف المطار محطات وصلات جديدة لتلبية الطلب المتزايد من الركاب الذين يصلون إلى المدينة أو ينتقلون إلى وجهات دولية أخرى. في حلول العام 2018 استقبل مطار دبي أكثر من 1 مليار مسافر منذ افتتاحه، ويحتفظ بلقب أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم مع أكثر من 80 مليون مسافر سنوياً. برج خليفة الذي يزيد ارتفاعه عن 828 متراً يعد المعلم الأكثر وضوحاً في مدينة دبي. بدأ البناء في العام 2004 فيما سيصبح مركزاً لوسط مدينة دبي الجديد. استخدم لإنشاء المبنى أكثر من 330,000 متر مكعب من الخرسانة و39,000 طن من حديد التسليح. يتكون البرج من 3 عناصر مرتبة حول نواة مركزية. من الأعلى يمكن رؤية قاعدة برج خليفة بوضوح. توفر القاعدة ثلاثية الفصوص التي تذكرنا بزهرة الزنبق أساساً مستقراً للهيكل. بلغ ارتفاع الأرضيات الخرسانية للبرج 600 متراً ومتراً واحداً، محطماً جميع الأرقام القياسية الأخرى لضخ الخرسانة إلى هذه الارتفاعات.
استخدم الفولاذ لإكمال 227 متراً المتبقية من الهيكل. في العام 2007 بدأ تركيب ألواح الألومنيوم والزجاج. تمكن العمال من تثبيتها بمعدل يصل إلى 175 لوحاً في اليوم. في حلول الوقت الذي اكتمل فيه برج خليفة، كان قد مضى 22 مليون ساعة عمل على إنشائه. برج خليفة هو موطن فندق أرماني دبي، بالإضافة إلى المساكن الفاخرة وأجنحة الشركات. حصل البرج على عدد من التصنيفات القياسية العالمية، بما في ذلك أطول مبنى وأطول مبنى قائم بذاته، وأكثر عدد من الطوابق، وأعلى طابق مشغول، وأعلى سطح مراقبة خارجي، والمصعد ذو أطول مسافة سير، بالإضافة إلى أطول مصعد خدمة في العالم. مع غروب الشمس من الممكن رؤية منظر فريد لثلاثة من معالم دبي في إطار رؤية واحد. في قاعدة برج خليفة توجد نافورة دبي، تقدم عرضاً مائياً وموسيقياً وضوئياً كل مساء. إنها أطول نافورة استعراضية في العالم. يبلغ طول نافورة دبي أكثر من 270 متراً، أي ما يعادل أكثر من ملعبي كرة قدم، وتقع على بحيرة البرج التي تبلغ مساحتها 120 ألف متر مربع، وتقدم عروضها بالترافق مع مجموعة مختارة من الموسيقى الكلاسيكية والعربية والعالمية. تضاء النافورة بأكثر من 6600 مصباح، ويستخدم جهاز عرض ملون لإنشاء أكثر من 1000 تعبير مائي مختلف. عند التشغيل تضخ أكثر من 380 ألف لتر من الماء في الهواء كل لحظة. شارع الشيخ زايد هو الطريق الرئيسي في المدينة. يمتد على طول هذا الطريق السريع المكون من 16 مساراً، ويمتد بمحاذاته الخط الأحمر لمترو دبي. يعمل خطان في المدينة، الأحمر والأخضر، ويتم تسير قطارات تعمل آلياً ومن دون سائق. بعكس العديد من أنظمة المترو المبنية في المدن الحالية، فإن الجزء الأكبر من مترو دبي يعمل على جسور فوق الأرض، ويختفي فقط تحت الأرض مع دخول الخطوط إلى منطقة ديرة الأكثر كثافة. يحمل الخط الأحمر لمترو دبي الرقم القياسي العالمي لموسوعة جينيس لأطول خط مترو من دون سائق في العالم، بطول 52 كيلومتراً و100 متر. وفي الآونة الأخيرة افتتح امتداد للخط الأحمر بطول 15 كيلومتراً وسبع محطات جديدة لاستقبال زوار معرض إكسبو، وهو معرض مدته 6 شهور تستضيفه مدينة دبي. شعار المعرض الذي ستشترك فيه 190 دولة هو تواصل العقول وصنع المستقبل، وسيكون أول معرض عالمي في المنطقة وأكبر حدث يقام على الإطلاق في العالم العربي. يغطي موقع معرض إكسبو مساحة تبلغ نحو 4.5 كيلومترات، والمبنى الرئيسي فيه هو الوصل بلازا، صمم من قبل أدريان سميث أند جوردن جال. الهيكل البالغ ارتفاعه 67 متراً يشمل واحدة من العديد من المناطق الخضراء المشتركة في كل أنحاء الموقع. برج العرب جميرة أحد المعالم الأشهر في دبي، يبلغ ارتفاع الفندق 321 متراً، ويقع على جزيرة من صنع الإنسان على بعد 280 متراً من الشاطئ. بدأ بناء الجزيرة في العام 1994، وبمجرد الانتهاء استغرق الأمر 3 سنوات أخرى لتشييد الفندق مع حفل الافتتاح في الأول من ديسمبر في 1999. يمكن للضيوف اختيار الوصول عبر جسر بطول 340 متراً يربط الجزيرة بشاطئ جميرة، ويوجد مهبط للطائرات المروحية على ارتفاع 212 متراً، ما يسمح لكبار الشخصيات والضيوف بالوصول بطائرات مروحية. أندري أغاسي وروجر فيدرر صعدا إلى مهبط طائرات الهليكوبتر للعب التنس بملعب مؤقت في العام 2005. صمم برج العرب جميرة على شكل شراع مركب شراعي عربي، وتكمن الاستثنائية في تصميم الشراع بإنشائه باستخدام ستار من الألياف الزجاجية المنسوجة مزدوجة الطبقات والمغلفة بالتيفلون. يوجد داخل الفندق 199 جناحاً دوبلكس موزعة على 28 طابقاً مزدوجاً. في العام 2016 افتتح برج العرب جميرة التراس، وهو شاطئ فاخر بمساحة 10,000 متر مربع. زين المسبحان ب10 ملايين قطعة بلاط فسيفسائي من الذهب واللازورد.
تعد الشواطئ الرملية البيضاء في دبي من أشهر وجهات السياحة الطبيعية لكل من السكان والعديد من السياح، ومن أشهرها شاطئ الكايت بيتش. مع ظروف الرياح المناسبة تنبض المياه بالحياة وحماسة هواة ركوب الأمواج بالطائرة الورقية. يمكن رؤية أكثر معالم دبي تميزاً من الجو. جزيرة النخلة جميرة، وهي جزيرة مميزة في المدينة تمثل أهمية أشجار النخيل في تاريخ الإمارة. تتكون من جذع 17 سعفة وكاسر أمواج خارجياً بعرض 200 متر وطول 17 كيلومتراً. بدأ العمل في هذه الجزيرة الضخمة في العام 2001. تضمنت أعمال الإنشاء جرف 94 مليون متر مكعب من الرمال من قاع البحر مع 7 ملايين طن من الصخور والأحجار التي جلبت من البر الرئيسي لإنشاء كاسر الأمواج، ثم استخدام الضغط الاهتزازي لجعل جزيئات التربة أكثر كثافة وتوفير أساس متين لأعمال البناء. أنشئت البنية التحتية الأساسية في حلول العام 2004، وتمكن السكان الأوائل من الانتقال إلى المنازل الفاخرة في العام 2007. ويمتد من قاعدة نخلة الجميرة إلى الهلال قطار النخلة المعلق بالم مونريال على مسافة 5 كيلومترات و400 متر، والقادر على استيعاب 2400 راكب في الساعة في كل اتجاه. ينتهي خط القطار المعلق في أتلانتس النخلة. كان هذا الفندق الفاخر من فئة الخمسة نجوم الذي تبلغ تكلفته مليار دولار ونصفاً أول فندق في نخلة جميرة يفتح أبوابه للضيوف أواخر 2008. يضم المنتجع أكثر من 1500 غرفة وتصميمه مستوحى من مدينة أتلانتس المفقودة الأسطورية. يربط البرجين جناح رويال بريدج، والذي سيكلف الضيوف المقيمين فيه 30,000 دولار في الليلة. يقع إمباسادور لاغون داخل المنتجع، وهو موطن بحري بسعة 11 مليون لتر وواحد من أكبر 10 أحواض مائية في العالم. إجمالاً تعد أتلانتس النخلة موطناً لأكثر من 65,000 حيوان بحري. توجد حديقة أكوافنتشر المائية داخل المنتجع. تمتد الملاهي المائية على مساحة 170,000 متر مربع، وتستخدم 18 مليون لتر من المياه بأكثر من 30 لعبة. ومن ميزات نخلة جميرة أنها أحد المواقع التي يمكن لزوار دبي مشاهدتها من الجو. تم افتتاح سكاي دايف دبي بعد فترة وجيزة من استضافة بطولة 2010 الدولية للقفز بالمظلات، وتعمل من مهبط للطائرات في البحر بجوار مرسى دبي. يعرف الموقع باسم بالم دروب زون، ويتيح الموقع للقافزين بالمظلات المبتدئين أو المحترفين مشاهدة مناظر خلابة أثناء سقوطهم الحر من ارتفاع 4 كيلومترات. يمتلك فريق سكاي دايف دبي 6 أرقام قياسية في موسوعة جينيس. على بعد 12 كيلومتراً جنوباً يقع ميناء جبل علي الذي سمي باسم القرية الصحراوية الصغيرة المجاورة. وبدأ التخطيط لهذا المركز التجاري للمياه العميقة في العام 1971 بناء على طلب الشيخ راشد بن سعيد، الذي توقع الحاجة إلى ميناء أكبر من الذي بنته دبي. بعد 50 عاماً أصبح جبل علي أكبر ميناء من صنع الإنسان في العالم. يغطي مساحة 5 ملايين متر مربع، ويعد أكبر ميناء بين سنغافورة وروتردام. صنف ميناء جبل علي ضمن أفضل 10 موانئ للحاويات في العالم، ويربط أكثر من 150 ميناءً تجارياً في الأسواق الشرقية والغربية مع شمال إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا. ينتقل ما يقرب من نصف صادرات دبي عبر جبل علي. في شهر مارس من كل عام يعد مضمار ميدان لسباق الخيل موطناً لكأس دبي العالمي. قبل العام 2009 كان ميدان سباق الخيل يعرف سابقاً باسم ند الشبا. أعيد بناء الحلبة، وافتتح موسم سباق 2010 بمدرج جديد مذهل يبلغ طوله كيلومتراً و600 متر، وهو قادر على استضافة 80,000 متفرج. من الممكن في الصباح الباكر مشاهدة دورات تدريبية في مضمار المرموم لسباق الجمال. تبدأ الإبل المختارة للسباق في التدريب بمجرد اكتمال نموها في عمر 2. يمكن أن تشمل السباقات عشرات الجمال مع مدربين وملاك يقودون جنباً إلى جنب في دورات قد يصل طولها إلى 10 كيلومترات. يمكن لجمال السباق الركض بسرعة تصل إلى 65 كيلومتراً في الساعة في سباقات قصيرة بسرعات ثابتة تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة. منذ العام 2001 استخدم فرسان سباق آليون
يصل وزنهم إلى 27 كيلوغراماً بدل الفرسان الحقيقيين. كما يرى في الصباح الباكر العديد من السكان على مضمار القدرة الشهير للدراجات. يمتد هذا المسار البالغ طوله 86 كيلومتراً عبر الصحراء ويحظى بشعبية بين الدراجين. يمتد المسار على طول طريق القدرة قبل أن ينفصل ليشكل حلقة، ما يسمح للدراجين باختيار مسارات تتراوح أطوالها من 35 إلى 180 كيلومتراً. تقع مدينة حتى على الجانب الشرقي من الإمارات العربية المتحدة، وهي جزء من إمارة دبي وموطن لأعلى قمة فيها. يحد الحاجز الصخري أجزاء من إمارات عجمان والشارقة ودولة عمان. تعرف القمم الدراماتيكية باسم الحجر أو الجبال الصخرية، والتي تمتد عبر 700 كيلومتر من عمان وخلال الإمارات. تشكلت السلسلة من اصطدام الصفيحة التكتونية العربية إلى الجنوب مع الصفيحة الأوراسية في الشمال. إنها موطن منطقة محمية جبل حتى وملجأ للحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض. تضاريسها الوعرة مع قممها وأحواضها المتموجة هي منطقة للمشي لمسافات طويلة وركوب الخيل والدراجات بالجبال عبر 50 كيلومتراً من المسارات المحددة. بعكس الجبال والصحاري المحيطة، تعد المياه الفيروزية لسد حتى موقعاً شهيراً للتجديف بالكاياك والرياضات المائية. حصلت الشارقة ثالث أكبر مدينة في الإمارات العربية على شرف تسميتها العاصمة الثقافية لليونسكو في العالم العربي، وقد تم الحصول على هذه الجائزة من خلال جهود الحكومة للمشاركة والحفاظ على التاريخ والتراث الإماراتي من خلال العديد من المتاحف. المنطقة التراثية في الشارقة التي رممت الآن كانت مركزاً للتجار في المنطقة. يقع متحف الشارقة للتراث في وسطه في منزل تاجر لؤلؤ مرمم من القرن 18، وفيه أبراج تهوية قديمة معروفة تسمى بارجيل. مركز المدينة يتركز حول بحيرة خالد، وتحيط به مسارات المشي، ويحتضن العديد من الجزر البارزة. إحداها هي جزيرة النور التي يحيط بها رصيف بحري على مسافة 3.5 كيلومترات، وتشتهر المنطقة بالمحيط الحيوي الاستوائي المليء بالفراشات العائمة. مقابل الجزيرة يقع جامع النور، حيث تم الانتهاء منه في العام 2005، ويمكن أن يستوعب 2200 شخص. استوحي تصميم الجامع بمئذنته التوأمين بارتفاع 52 متراً وبقبابه 34 من العمارة العثمانية الكلاسيكية. النور هو أكبر مساجد الإمارات، البالغ عددها 600 جامع. في الليل تبرز القباب المضيئة والمآذن والأعمدة في مسجد الشارقة كمعلم بارز في المدينة. استغرق إنشاء مكان العبادة الاستثنائي هذا 5 سنوات، وافتتح أبوابه في العام 2019. يشغل المبنى أكثر من 185 متراً مربعاً، ويتسع لأكثر من 25,000 شخص للصلاة. من معالم الشارقة الأخرى في بحيرة خالد جزيرة العلم. يقع علم الإمارات الأيقوني على عمود بارتفاع 123 متراً، وقد سمي سابع أطول علم دولة في العالم عند افتتاحه في اليوم الوطني لدولة الإمارات في العام 2012. كانت الشارقة إحدى الإمارات الست الأصلية التي انضمت للاتحاد في 2 ديسمبر من العام 1971، وقد أقيمت الجزيرة احتفالاً بوحدة دولة الإمارات العربية. تقع السوق المركزية على شاطئ بحيرة خالد، وتعرف باسم السوق الزرقاء بسبب لون كسائها الخارجي، وهي إحدى أكثر المعالم شهرة في المدينة. تم الانتهاء من إنشاء السوق في العام 78، وصممت بتوجيه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، وهي تغطي مساحة 80,000 متر مربع مع أكثر من 600 متجر. تتكون الهندسة المعمارية للسوق المركزية من مبنيين كبيرين متصلين بجسور، ويعلوهما أفق فريد من 20 برجاً للرياح. هذه السوق هي أيضاً رمز لتاريخ الإمارات العربية المتحدة، وتظهر بارزة على فئة الـ5 دراهم.
تضم منطقة جامعة الشارقة المذهلة الواقعة بالقرب من المطار الدولي 20 مؤسسة تعليمية، بما في ذلك جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية في الشارقة. تأسست في العام 98. تخدم مراكز التعليم المختلفة هذه أكثر من 30,000 طالب. العديد من المباني داخل هذه المنطقة أمثلة للهندسة المعمارية الإسلامية. بالانتقال إلى الداخل بالقرب من مدينة البداير يوجد ما يعرف باسم بيج ريد، أكبر الكثبان الرملية القريبة من مدينة الشارقة. تعد المنحدرات الرملية مكاناً شهيراً لممارسة الرياضات الصحراوية كالقيادة على الكثبان الرملية والتزلج على الرمال. على بعد 50 كيلومتراً شرق الشارقة يقع جبل الفاية، أو ما يعرف باسم جبل الصخور الأحفورية. اكتسب الشهرة كمكان شعبي لدى ممارسي رياضة المشي إلى مسافات طويلة والحريصين على رؤية الأحفوريات التي يعتقد أن عمرها يزيد على 80 مليون سنة. في العام 2011 اكتشف علماء الآثار ما يعتقد أنه أقدم مستوطنة في العالم اكتشفت حتى الآن للإنسان الحديث خارج إفريقيا. كشفت الحفريات عن بقايا من العصر الحديدي والبرونزي والعصر الحجري الحديث والحجري القديم التي امتدت من 125,000 سنة إلى 34,000 سنة، وهي اكتشافات تظهر أن البشر الأوائل غادروا إفريقيا للتجوال عبر شبه الجزيرة العربية قبل 20,000 عام مما كان يعتقد سابقاً. تعرض المكتشفات من الحفريات في الفاية والحفريات المحيطة بها في مركز مليح الأثري، بما في ذلك مقبرة أم النار، وهي مقبرة دائرية تعود إلى العصر البرونزي. إلى الشرق نلتقي مرة أخرى بجبال الحجر. الوديان هي موطن لمناطق خصبة مثل وادي شيس الذي يعد موطناً لأحواض الصخور ومزارع النخيل. أكبر مدينة في الشارقة على الساحل الشرقي هي خورفكان. تطل هذه المدينة الساحرة على جبال الحجر وتتربع حول شاطئ منحن على خليج يحمل الاسم نفسه. إنها موطن لواحد من الموانئ الرائدة في العالم لإعادة شحن الحاويات برصيف مساحته 800 متر وبمساحة تخزين تصل إلى 450,000 متر مربع. جنوباً وبالبقاء على ساحل خليج عمان نجد أحد موانئ الشارقة، ميناء الصيد الصغير كالباء. يشتهر الموقع بمحمية القرم الطبيعية التي تضم أكثر من 5 كيلومترات مربعة من أشجار القرم. تعد أشجار القرم أو المانغروف موطناً لأنواع من الطيور النادرة والسلاحف البحرية والثدييات. الفجيرة هي الإمارة الوحيدة التي تقع بالكامل على الساحل الشرقي لدولة الإمارات. يهيمن مسجد الشيخ زايد الكبير على أفق المدينة، وهو ثاني أكبر جامع في الإمارات العربية المتحدة. الأمر الآخر الذي يمكن مشاهدته هو قلعة الفجيرة التي يبلغ عمرها أكثر من 500 عام. أعيد بناؤها بعدما دمرت جزئياً بسبب القصف البحري البريطاني في العام 25. في البحر تعد الفجيرة موقعاً رئيسياً لتزويد السفن بالوقود التي تتحرك عبر مضيق هرمز للشمال. تعتبر شواطئ المدينة المراكز الأبرد للاستجمام خلال شهور الصيف. على طول الساحل يوجد جامع البدية الذي بني في العام 46، وهو أقدم مسجد باق في البلاد، وفوقه تقف الحصون الدائرية للحراسة كما كانت منذ قرون، حيث كانت تراقب الوجود البرتغالية والبريطانية. توفر الوديان الداخلية المعزولة مثل وادي الوريعة مناطق متنوعة بيولوجياً تحتوي على شلالات وبرك طبيعية. عند الانتقال شمالاً تصطف المنتجعات الشاطئية على الساحل. في أقصى نقطة في الشمال تقع دبا، مدينة المرفأ هذه
مقسمة بين إمارات الفجيرة والشارقة ودولة عمان. كانت ذات يوم موقعاً لحصن برتغالي بني لحماية الطرق التجارية للإمبراطورية إلى الهند والصين قبل أن يتخلى البرتغاليون عن الموقع بعد العام 1645. رأس الخيمة أقصى شمال الإمارات العربية المتحدة تطل على جبال الحجر، وهي موطن لأعلى نقطة في الدولة. إنها الإمارة الأكثر خصوبة وتتلقى عموماً أكبر كمية من الأمطار على مدار العام. قبل 1300 عام كانت مستوطنة تعرف باسم جلفار، وكانت بمثابة حلقة وصل للتجارة البحرية. بشكل فريد بنيت مدينة رأس الخيمة حول بحيرة شاطئية لأشجار القرم مع مجتمعات سكنية تطل على اللون الأزرق والأخضر بهذا النظام البيئي البحري. أعلى منطقة في دولة الإمارات تقع على المنحدر الغربي لجبل جيس، وهو جزء من جبال الحجر التي تشكلت منذ أكثر من 70 مليون عام، وتقع على حدود دولة الإمارات والطرف الشمالي لسلطنة عمان في شبه جزيرة مسندم. يبلغ ارتفاع الجبل 1934 متراً عن سطح البحر، وتبلغ أعلى نقطة على جانب الإمارات 1892 متراً. تتصف سلسلة الجبال بمناظر أخاذة وبدرجات حرارة أقل من الموجودة على مستوى سطح البحر ب15 درجة، ما يوفر فترة راحة في الصيف. من الأعلى لا يزال من الممكن رؤية المزارع المبنية على وجوه الجرف. إذا كانت الأمطار في نوفمبر كافية، فسيقوم المزارعون بزراعة محاصيل تشمل القمح والشعير بقنوات مائية تساعد على الري في هذه المرتفعات. لكن نادراً ما تشهد القمة تساقطاً للثلوج كما حدث في العامين 2004 و2009. يقود طريق طوله 17 كيلومتراً يشق طريقه نحو القمة ليوصل الزوار إلى مركز المغامرات الذي شيد حديثاً. إنه موقع جبل جيس فلايت، أطول مسار انزلاقي في العالم. يمكن الانزلاق بسرعة تصل إلى 150 كيلومتراً في الساعة على طول أكثر من 2.8 كيلومتر. بموقع في خليج الضاية بين الجبل والبحر تقع قلعة الضاية. استوطنت المنطقة منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد مع وجود تل مخروطي الشكل عند سفوح الجبال بمثابة مركز دفاعي طبيعي للواحة أدناه. في العام 1819 كانت قلعة ضاية آخر نقطة للمقاومة إبان الهجمات البريطانية على قبائل رأس الخيمة. رغم أن القوات البريطانية كانت قادرة على محاصرة التل، لكنها لم تتمكن من الوصول للحصن بسبب الجروف، ما أجبرها على تحريك المدافع إلى الداخل عبر أشجار القرم من أجل هزيمة القبائل المدافعة. أعيد بناء القلعة الحالية بعد ذلك على أسس هياكل أقدم بكثير، وهي الحصن الوحيد الموجود على قمة التل الذي لا يزال موجوداً في الإمارات. بالانتقال على طول الساحل توجد مرجان، وهي مجموعة من 4 جزر من صنع الإنسان، والتي تعد موطناً لمنتجعات سياحية، وتستضيف كل عام جديد عرضاً مذهلاً للألعاب النارية جمع العديد من الأرقام القياسية بموسوعة جينيس. أقل إمارة من حيث عدد السكان، وتمتد على طول 27 كيلومتراً من الخط الساحلي مع العديد من الخلجان الصغيرة والجزر البحرية، هي إمارة أم القيوين. تأسست في العام 1775 ويعني اسمها أم القوتين. وتقع مدينة أم القيوين في شبه جزيرة خور البدية الضيقة. من الأعلى لا يزال من الممكن رؤية الحصن القديم وأجزاء من الجدران الدفاعية الأصلية. تحيط بالمدينة جزر منحنية جميلة وبحيرات زرقاء وخضراء، وهي موطن لمجموعة من الطيور. تستضيف جزيرة السينية ثالث أكبر مستعمرة في العالم من طيور الغاق السقطري المهاجرة، والمياه المحيطة بها موطناً لأسماك قرش الشعاب أسود الطرف والسلاحف البحرية الخضراء. إلى الجنوب محطتنا الأخيرة في هذه الجولة في الإمارات العربية هي عجمان.
مساحتها 260 كيلومترا مربعا، وهي الصغرى بين الإمارات السبع. يعود تأسيس الإمارة الحديثة إلى العام 1810 عندما أنشأت قبيلة عيمي مستوطنة دائمة على الساحل. يعود التاريخ البشري للإمارة إلى نحو 3000 عام قبل الميلاد، كما هي حال الإمارات المجاورة. اعتمدت عجمان ذات يوم على صيد الأسماك واللؤلؤ. يقع ميناء عجمان على طول خور طبيعي، وهو لا يزال مركزاً هاماً لبناء القوارب في المنطقة. نكمل جولتنا الجوية بعرض جوي، حيث حلق ممثلون من شركات الطيران الوطنية الأربع في الإمارات، وهي طيران الإمارات، الاتحاد للطيران فلاي دبي، والعربية للطيران، إلى جانب فريق فرسان الإمارات للعروض الجوية، مروراً ببعض المعالم الأكثر شهرة في الإمارات العربية المتحدة. كانت مناسبة هذا العرض الجوي الفريد احتفالاً باليوم الوطني للدولة، وكذلك عام زايد احتفالاً بمرور 100 عام على ولادة الرجل المعروف باسم الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. تحت هذه الطائرة توجد دولة أصبحت في أقل من نصف قرن قوة إقليمية، توفر موانئها ومطاراتها روابط تسويقية وتجارية وصناعية حيوية مبنية على روابط تاريخية مع بلدان بعيدة عن شواطئها. وجهة سياحية خلابة تجذب الزوار إلى الساحل المذهل وسلاسل الجبال الرائعة والواحات المخفية والكثبان الصحراوية الشاهقة. ومع ذلك، وعلى الرغم من الأبراج الشاهقة اللامعة التي تصل إلى السماء، تسعى البلاد للبقاء على اتصال مع بداياتها المتواضعة. اتحاد ناجح يتبنى التغيير مع ضمان عدم نسيان روابطه مع الماضي.